أهلا بيكم. النهاردة إن شاء الله عندي درس جديد في مادة التاريخ بعنوان الدولة العباسية. الدولة العباسية، المهم الدولة العباسية دي كانت من عام 132 هجريا لعام 566 هجريا، اللي هو من عام 750 ميلادية لعام 2258 ميلادية. تعالوا مع بعض نشوف أول حاجة نسب الدولة العباسية. نسب العباسيين دوت كان بيرجع للعباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني العباسيين دول كانوا بينسبوا إلى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم. وعندنا بداية دعوتهم كانت من بداية القرن الثاني الهجري، لأن هما بدأوا بيدعوا نفسهم من بداية القرن الثاني الهجري. وعندنا هنا بداية حكمهم. بداية حكمهم كانت طبعا بعد ما هزموا الدولة الأموية، اللي هو كان عام 132 هجريا في معركة إزاب، والقضاء على مروان بن محمد آخر الخلفاء. يعني هم نجحوا في هزيمة الدولة الأموية في عام 132 هجريا، وطبعا كده من ساعتها بدأ حكمهم في الدولة العباسية. وكانت العاصمة الأولى ليها هي الكوفة، اللي هي العاصمة اللي تم فيها الإعلان عن الخلافة العباسية. يعني تم الإعلان عن الخلافة العباسية في الكوفة لأنها كانت العاصمة الأولى في البداية. ومدة حكمهم كانت حوالي 5 قرون، اللي هم قرابة 525 سنة. وفي 525 سنة دول تولى على حكمها 37 خليفة. يعني كان 525 سنة اللي هو يعتبر 5 قرون، تولى فيهم الحكم 37 خليفة. عندنا هنا عصور الدولة العباسية. الدولة العباسية اتقسمت لعصرين. العصر الأول هو العصر العباسي الأول والعصر العباسي الثاني. العصر العباسي الأول دوت كان طبعا أكيد في سبب إن هما قسموهم لعصرين، العصر العباسي الأول. والعصر العباسي الأول دوت كان من أول العام 132 اللي هو بداية الحكم للعام 232، يعني كان حوالي 100 سنة اللي هو قرن واحد. والعصر العباسي الثاني دوت كان من عام 232 لعام 656. تمام، مع بعض نبدأ بالعصر العباسي الأول. العصر العباسي الأول ده كان عصر القوة والازدهار، لأن العباسيين حافظوا على وحدة دولتهم واستقلالها، وأقاموا العديد من الإصلاحات في كافة المجالات، لذلك أطلق عليه العصر الذهبي. يبقى احنا عرفنا ان العصر العباسي الاول دوت كان العصر بتاع القوة والازدهار بتاع العباسيين. وساعتها في العصر الثاني طبعا هيكون عكس العصر الاولاني، فيكون عصر الضعف والانهيار، عشان ظهرت فيه الكثير من الدول المستقلة ويطمع فيها الكثير من الغزاة زي الصليبيين والتتار. ساعتها سمي العصر دوت بعصر الضعف والانهيار. عندنا اهم ملوك الدولة العباسية. أول واحد أبو العباس اللي هو المؤسس، وأبو جعفر المنصور اللي هو يعتبر المؤسس الرئيسي، وهارون الرشيد والمأمون والمعتصم. تعالوا نبدأ بأبو العباس. ده قضى على كل المعارضين ليه، ونقل العاصمة للكوفة، وبعد كده للأنبار، وجدد الطريق بين مكة والكوفة، وزوده بالمنارات لهداية المسافرين. يبقى أهم أعمال أبو العباس: قضى على كل المعارضين ليه، ونقل عاصمة الخلافة إلى الكوفة ثم الأنبار، ويجدد الطريق بين مكة والكوفة، ويزوده بالمنارات لهداية المسافرين. تعالوا نيجي لأبو جعفر المنصور. ده يعتبر هو المؤسس الحقيقي للدولة العباسية. أكيد في سبب، لأن هو في العصر بتاعه دوت انتشر الأمن والأمان في عهده، لأنه قضى على جميع الفتن والثورات. وكان أبو جعفر المنصور كان بيراقب الولاة وبيحاسبهم، وبنى مدينة بغداد واتخذها مركز للخلافة. يعني في الأول كانت الخلافة الكوفة، وبعد كده كانت الأنبار، وبعد كده عندنا هنا بقت بغداد. عندنا هارون الرشيد دوت في العصر بتاعه اتسعت رقعة الدولة الإسلامية، وازدهر في الزراعة والصناعة والتجارة، وشيدت في عهده القصور والحدائق والأسواق، وازدهر في عهده العلم وقرب إليه العلماء. عندنا المأمون دوت شجع حركة الترجمة حتى يستفيد العلماء المسلمين من مؤلفات الحضارات الأخرى. المأمون شاف إن لما يجي المسلمين
ياخدوا من الحضارات التانية، فلازم الأول إن هم يتعلموا الترجمة عشان يفهموا بقية الحضارات، وبالتالي تكبر الحضارة الإسلامية. والمأمون قضى على جميع الثورات والفتن اللي كانت موجودة في الدولة العباسية. وبعد كده عندنا المعتصم. المعتصم دوت اهتم بالجيش عشان يقضي على الثورات اللي حدثت في العهد بتاعه، ويحارب الروم وانتصر عليهم وفتح أمورية وبنى مدينة سمراء. يبقى احنا كده اتعلمنا في الدرس دوت ان العباسيين دول اخذوا يدعون لانفسهم منذ بداية القرن الثاني الهجري، واستمر حكمهم اكثر من 5 قرون قرابة 525 سنة، ويتولى على حكمها 37 خليفة، وتم الاعلان عن الخلافة العباسية في الكوفة حيث كانت عاصمة لهم في البداية. وعرفنا ان العباسيين دول بينتسبوا الى العباس بن عبد المطلب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجحوا في هزيمة الدولة الأموية عام 132 هجريا اللي هو يعتبر بداية حكمهم في معركة الذئب، والقضاء على مروان ابن محمد آخر الخلفاء الأمويين. عندنا هنا الأسئلة بما تفسر يطلق على العصر العباسي الأول اسم العصر الذهبي؟ طبعا لأن العباسيين حافظوا على وحدة دولتهم واستقلالها، وقاموا العديد من الإصلاحات في كافة مجالات الحياة. وآخر نقطة ديت انتوا هتحلوها لنا وتبعتوها لنا تحت الفيديو. وبكده نكون خلصنا درسنا النهارده، ونقابلكم في درس جديد مع نفهم نتعلم ببساطة.